تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة الخميس من برنامج ماشية الصحافة. موضوعات كثيرة أثارت اهتمام صحف اليوم محليا ودوليا، نستعرض أبرزها مع ضيفنا في الاستديو الصحفي البرلماني رشيد الفام، كما يرافقنا أيضا في هذه الحلقة رسام الكاريكاتير محمد ثلاب. أرحب بضيفي الكريمين. أما الآن مشاهدينا نبقى مع أبرز ما تناولته الصحافة المحلية بعد هذا الفاصل. المنشط المحلي نبدأه من صحيفة الصباح، وهذا العنوان: الحكومة للمجلس جاهزين لأي طارئ في المنطقة. ونقلت عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إعلانه أن المجلس عقد جلسة سرية أمس بناء على طلب الحكومة لمناقشة استعدادات الأجهزة الأمنية تجاه الأوضاع الخارجية والداخلية. وقال الغانم أن الأجهزة الأمنية قدمت عرضا تفصيليا عن استعداداتها تجاه الأوضاع الخارجية والداخلية، ثم ناقش الأعضاء مع الجهات المعنية هذه الاستعدادات، وبعد ذلك انتهت الجلسة السرية. وبدوره أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن الحكومة بكل أجهزتها العسكرية والأمنية تبدي دائما استعدادها وجاهزيتها تحسبا لأي طارئ أو تطور يخص الأوضاع في المنطقة. نفس الموضوع نال تغطية من صحيفة القبس، وبهذا العنوان: نواب جهزوا الملاجئ أو جهزوا الملاجئ ومخزون الأخذ أغذية والأدوية. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة أطلعت مجلس الأمة أمس في جلسة سرية على استعداداتها لمواجهة أي طوارئ محتملة في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة. وأشار مصدر نيابي إلى أن النواب أثاروا موضوع تجهيز الملاجئ العامة بشكل أفضل وفعالية أكبر، خاصة أنه خلال التجربة الأخيرة في أزمة الأمطار لم يستفد المواطنون من تلك الملاجئ، وجرى اللجوء إلى الفنادق. وكشف المصدر النيابي أن الحكومة أحاطت النواب علما بخطة التنسيق المتكامل بين الأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ خلال الأزمات. أستاذ رشيد، أرحب بك معنا مرة أخرى في هذه الحلقة، ولعلنا نبدأ بالتعليق على هذا الخبر. إذن الحكومة لديها خطة طوارئ وتجهيز للملاجئ، تجهيز للأغذية أو مخزون الأغذية. بالنسبة للأدوار التي ممكن أن تلعبها الجهات غير الحكومية، طبعا الحكومة هذا الجلسة الثانية التي يتم مناقشة مثل هذه الأمر فيما يخص يعني خطة الطوارئ والخطط يعني الطارئة للدولة في حال أي تعرض أي شيء لها أو الأحداث الإقليمية التي تحصل في المنطقة. في بداية الأمر يعني بلا شك أن الحكومة تقدمت يعني بالأمس بطلب لتحديد مثل هذه الجلسة لمناقشة هذا الأمر، وهذا الشيء يؤكد أن الحكومة يعني قادرة على مواجهة مثل هذه يعني الأمور وعلى أتم الاستعداد. هناك لجنة أيضا رباعية مشكلة من قبل مجلس الوزراء، من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الدفاع وعدد من الوزارات، وهي لجنة يعني دائمة وليست مختصة في أمور الطوارئ والأحداث الإقليمية والداخلية، مختصة في وضع الاستعدادات. هناك أيضا يعني لجنة سداسية موجودة في مجلس الوزراء، وبالإضافة إلى وزارة التجارة، وبالإضافة إلى وزارة الداخلية والدفاع والإطفاء وإلى آخره. كل تلك الأمور تؤكد أن الحكومة على قدر من الاستعداد. هناك جلسة أخرى مقبلة يعني أعتقد في نوفمبر المقبل أيضا سيكون هناك حديث أيضا وتداول لما يخص الاستعدادات الحكومية. كل تلك الأمور تؤكد استعداد الحكومة. الحكومة أكدت في دور الانعقاد الحالي في الجلسة الثانية التي تخصص لمناقشة مثل هذا الأمر استعدادها لكافة الأمور. وزارة التجارة أكدت أن المخزون الاستراتيجي مخزون كاف ويكفي لمدة 6 إلى 8 أشهر. وزارة الداخلية أكدت استعدادها من خلال يعني فرق ومن خلال الخطط التي وضعتها لمثل هذه الأمور. نعم. في خبر آخر من صحيفة الرأي عنوانات: وزير الصحة سنزيد رسوم الولادة على الوافدين. وتقول الصحيفة أن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح كشف أن الوزارة عاكفة على زيادة رسوم الولادة، ومشيرا في الوقت نفسه إلى 3 أجنحة جديدة في مستشفى الولادة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمة ردا على كلام للنائب صفاء الهاشم حول تأخر المواعيد بسبب كثرة المراجعين والوافدين.
بوشهري صرفوا تعويضات الأمطار 500 مركبة وبعض المنشآت العقارية. تحت هذا العنوان نقرأ في الجريدة تأكيد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جينا بوشهري أن الحكومة ستستكمل صرف التعويضات للمستحقين ممن أصابهم الضرر جراء حادثة الأمطار بعد إقرار ميزانية الدولة. وأكدت أن الحكومة حريصة أيضا على صرف التعويضات للمستحقين ممن أصابهم الضرر سواء المنازل أو المنشآت العقارية أو المركبات. وأضافت أنه تم الصرف لأصحاب أكثر من 500 مركبة أصابها الضرر وبعض المنشآت العقارية وفق ما كان متاحا للوفورات المالية للسنة المالية الماضية. فيما يتعلق بهذا الخبر إذن صرف للتعويضات للمتضررين من الأمطار، هل يمكن أن تغطي هذه التعويضات جميع الأضرار والمتضررين من وجهة نظرك؟ طبعا أنا أعتقد أن التعويض المتضررين من الأمطار كان رد فعل من قبل الوزارات المالية، لم تكن هناك أي دراسات واضحة ودراسات يعني صريحة أو يكون هناك استراتيجية لمثل هذه الأمور. كان يجب على الجهات المعنية أن تضع خطة أو تضع برنامج أو أن تضع نظام معين للتعويض المتضررين سواء في الأمطار أو الحراق أو إلى آخره أو الشوارع إلى آخره. لذلك كانت ردة فعل مما تسبب بالتأخير، نحن نتحدث عن ما يقارب 8 أو 9 أشهر على يعني موسم الأمطار أو أزمة الأمطار التي حصلت في نوفمبر الماضي. كل تلك الأمور تؤكد أن الجهات المعنية فيما يخص المتضررين الأمطار لم تكن يعني قادرة على يعني تفعيل أو ترجمة ما أصل المتضررين من قبل سواء سيارات أو سواء منازل. لذلك أن تأتي متأخرا خيرا من لا تأتي. أكيد سيكون هناك تغطية شاملة وكافة لكافة المتضررين من قبل الأمطار. نعم. في خبر آخر، اكتشافة نفطية بالجملة ومئة في المئة زيادة في إنتاج الغاز الحر، عنوان كبير في صحيفة الأنباء وتحت هذه العناوين الفرعية على مستويات تصدير للنفط الخام الكويتي في يوم واحد عند 7.3 ملايين برميل ورفع نسب حقن المياه إلى 550 ألف برميل يوميا ارتفاعا من 280 ألف برميل. حفر 440 بئرا و60% منها تقليدية والباقي آبار حقن ونفط ثقيل واستكشافية. إبرام عقود الحفر لتحقيق زيادة كبيرة في عدد المنصات خلال العامين الحالي والمقبل. والأنباء تقول أن الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت عماد سلطان كشف أن متوسط إنتاج الغاز الحر غير المصاحب بلغ 444 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا خلال عامي 2018-2019 بزيادة بلغت 100% مقارنة بالسنة الماضية. وذكر أن نفط الكويت حققت اكتشافات جديدة للغاز وأيضا للنفط. صحيفة الكويتية عنونت الغذاء لا صحة لما تم نشره بشأن الشمام الأسترالي. فقد نفت هيئة الغذاء والتغذية أمس الأربعاء صحة ما أثير في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن البطيخ الأصفر الأسترالي الشمام المصاحب ببكتيريا أو المصاحب ببكتيريا الليستيريا. وأكدت الهيئة في بيان لها أن ما يتم تداوله بمقطع فيديو عن بيان لمنظمة الصحة العالمية تحذر فيه من البطيخ الأصفر المستورد من أستراليا والمصاب ببكتيريا الليستيريا القاتلة هو مقطع قديم ويعود لشهر أبريل للعام المنصرم. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحف العربية والدولية بعد هذا الفاصل. نبدأ من صحيفة النيويورك تايمز وتتابع تطورات التصعيد بين واشنطن وطهران، وتكتب في عنوان بارز على صفحتها الدولية: المرشد الأعلى لإيران يتعهد بعدم الاستسلام أبدا للعقوبات الأمريكية. جاءت تصريحاته تلفت النيويورك تايمز بعد فرض إدارة ترامب عقوبات جديدة تستهدفه على وجه التحديد. وهذه التصريحات هي أحدث وابل في تصعيد لتبادل التهديدات بين البلدين تعلق الصحيفة. فيما يتعلق بهذا الخبر، يعني كما تعلم الولايات المتحدة فرضت في قبل يومين فرضت عقوبات مباشرة إلى المرشد الأعلى وحتى إلى وزير الخارجية الإيراني وإلى قادة في الحرس الثوري الإيراني. أبعاد هذه التصريحات الآن المرشد الأعلى يصرح بأننا مستعدون للعقوبات الأمريكية، ما أبعاد هذه التصريحات من وجهة نظرك؟ طبعا هي لها أبعاد انتخابية لترامب. كل تلك الأمور تؤكد أن إيران استطاعت أن تنجح في المرحلة الأولى من
في هذه الأزمة، خصوصا أن الإدارة الأمريكية لم تستطع ولن تستطع أن تدخل في حرب مباشرة مع إيران لأسباب عدة، سواء أسباب استراتيجية أو أسباب انتخابية للإدارة الأمريكية على رأسها ترامب. لذلك تصريح المرشد الأعلى يأتي في هذا السياق، يأتي من أجل قوة إيران. يعني إيران نجحت في المرحلة الأولى من هذه الأزمة، فتصريح المرشد الأعلى فيما يخص أنها إيران أو نجحت على أي جانب؟ نجحت على الجانب أن الولايات المتحدة لم تستطع أن يعني يكون لها موضع قدم في إيران في الأزمة الحالية. إيران أسقطت طائرة، إيران لا زالت متمسكة في تخصيب اليورانيوم وفي إنتاجه، ولم يكن هناك رد فعل قوي من الولايات المتحدة. ولم يكن هناك رد فعل، لن نقول قوي، لم يكن هناك رد فعل يعني متوقع أو على أضعف الاحتمالات. لذلك تعلم الإدارة الإيرانية ويعلم المرشد الأعلى والإدارة الإيرانية على وجه الخصوص أن الإدارة الأمريكية لن تستطيع الدخول في حرب مباشرة مع إيران. لذلك يأتي مثل هذا التصريح، يأتي مثل هذا الاستفزاز الجديد، لأن من غير الطبيعي أن تدخل الإدارة الأمريكية ويدخل ترامب في حرب مع إيران، وبعد نجاح في المربع الأول، نجاح إيران فيما يخص التهديدات الأمريكية، هي تهديدات من أجل تهديدات. إيران يعني أعتقد 10 سنوات يمكن عليها يعني عقوبات، أعتقد أن هناك الكثير منذ عام 70 لا يعني تحديدا من 2000 متكررة على ولكن من 2007 أعتقد بدأت الضغوطات. هناك الاتحاد الأوروبي أيضا يقف متعاطفا وتصريحات ناعمة لإيران، كل تلك الأمور تصب في صالح الإيراني. لذلك تصريح المرشد الأعلى لم يأتي من فراغ، يأتي من موضع قوة ليس من موضع ضعف. نعم. في خبر آخر وعلى الخط نفسه، رصدت التايمز البريطانية جديد الموقف الأمريكي، ولفتت أن الرئيس ترامب هدد إيران بالإبادة إذا هاجمت أي شيء أمريكي، بعد أن قالت طهران أن العقوبات الأخيرة ضدها قد أغلقت الباب أمام الدبلوماسية. جاءت تعليقات السيدة ترامب تلفت التايمز بعد يوم من موافقته على فرض عقوبات جديدة على المرشد الأعلى لإيران، وأعلن أن المزيد سيتبع ذلك ضد محمد جواد ظريف وزير خارجيتها. وقالت إيران أن هذه الخطوة تمثل الإغلاق الدائم لمسار الدبلوماسية، تلفت التايمز. إذن الموقف الأمريكي كيف تقرأه؟ وهل بالفعل أغلقت الأبواب الدبلوماسية ما بين إيران والولايات المتحدة؟ ما أعتقد أنها رضيت الطرق الدبلوماسية. هناك أيضا تدخل من قبل روسيا على وجه التحديد، وأمس هذا ما قالته إيران بأن الطرق الدبلوماسية قد أغلقت. إيران تريد أن تجر الولايات المتحدة إلى ملعبها، ولكن في الواقع، في أرض الواقع، أمريكا لن تضع يعني نهاية لهذه الدبلوماسية. سيكون هناك خطوط رجعة كثيرة، خصوصا كما ذكرت سلفا أن الإدارة الأمريكية على رأس ترامب لا تريد أن تدخل في حرب مباشرة مع إيران، فتضع خطوط رجعة. أمس أو قبل أمس أكد الرئيس بوتين، الرئيس الروسي بوتين، ان على استعداد لان يكون هناك يعني حلقه وصل وكونكشن ما بين الاداره الامريكيه وايران في نهايه الازمه، وان اذا حصل شيء مما يخص حرب او ما شابه ستكون هناك كوارث. لذلك كل تلك الامور وضعت امريكا خطوط رجع لها، ايضا الاتحاد الاوروبي، ايضا دول الخليج. يعني هناك يعني شعره معاويه موجوده في هذه الازمه بين الولايات المتحده وايران، من اجل ان لا تدخل الولايات المتحده تحديدا في حرب استنزاف جديده، في حرب بلا شك ستكون لها تأثير سلبي على الإدارة الأمريكية على رأسها ترامب. ولكن عندما يقول الرئيس ترامب بأنني سأكون صديق لإيران إذا تخلت عن برنامجها النووي، والعقوبات التي يفرضها هي عقوبات تفرض مباشرة على المرشد الأعلى الإيراني ووزير الخارجية وقادة من الحرس الثوري، فبالتالي ربما هذا ما دفع إيران إلى التحدث عن إغلاق الأبواب الدبلوماسية بين الطرفين. إيران كما ذكرت أن تريد جر الولايات المتحدة إلى ملعبها، والولايات المتحدة تريد أن تضع موضع قدم ثابت في هذه الأزمة. نعم. الخبر أيضا في كورير ديلا سيرا الإيطالية التي نقلت تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأزمة، وتنقل عنه أن الحرب المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران ستكون كارثية، والرئيس الروسي أوضح أنه في هذه الحالة سيكون من الصعب حساب عواقب استخدام القوة العسكرية ضد إيران، تلفت كورير ديلا سيرا الإيطالية. الآن نتحدث عن مزاج عالمي، يعني الآن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث بأن الحرب مع إيران ستكون كارثة، وأيضا حتى الدول الأوروبية ودول أخرى. إذا ما قرأنا المزاج العالمي فيما يتعلق بهذا الموضوع كيف تراه؟ المزاج العالمي أكيد لا يريد حرب، لا يريد أن يكون هناك توتر في المنطقة. بوتين يتحدث بصفة يعني بصفة القوة من قبل أن هو الحليف الاستراتيجي لإيران. الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يكون هناك حرب.
نظرا لعدم زيادة سعر النفط وخسارة اقتصادية التي ممكن أن تولى على الاتحاد الأوروبي. كل تلك الأمور تؤكد أن المزاج العالمي فيما يخص الوضع الراهن لا يريد حرب ولا يريد أن يكون هناك توتر. ولكن التدخلات بشكل عملي لحل يعني الموضوع بطرق دبلوماسية، طبيعة الحال أن يكون هناك تدخل من قبل الاتحاد الأوروبي، أن يكون هناك حتى تدخل من الصين الذي يعني صرحت قبل 3 أو 4 أيام أنها على يعني استعداد أن يكون هناك يعني تفاوض وتستلم ملف التفاوض. تدخل من ألمانيا، تدخل حتى من اليابان. بالضبط، قلت لك الأمور تؤكد أن المزاج العالمي لا يريد الدخول في حرب ولا يريد أن يكون هناك توتر، لأن الوضع الحالي أو الوضع العام في ما يخص أسعار البترول وأسعار النفط والاقتصاد العالمي لا يحتاج إلى أن يكون هناك توتر، وليس بحاجة أن يكون هناك حروب لربما تكون لها تأثيرات اقتصادية وتأثيرات بلا شك تأثيرات بشرية. نعم. فهذا الخبر من صحيفة الجارديان التي تهتم بخلاف آخر هذه المرة بين واشنطن وبيجين، وتفت في عنوان عريض أن محادثات التجارة بين ترامب وشي أو تشي تلوح في الأفق في اجتماع مجموعة الـ20 في اليابان، ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان الأمريكي والصيني النزاع المستمر منذ عام، لكن الخبراء يقولون أن التوصل إلى اتفاق جوهري أمر غير محتمل. تعلق الصحيفة البريطانية: كانت هناك علامات على أن الجانبين يريدان استئناف المحادثات، تكتب الجارديان. وقد تحدث المسؤولون الأمريكيون والصينيون عبر الهاتف قبل القمة التي تبدأ يوم الجمعة في اليابان، وتأخر نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في إلقاء خطاب انتقادي حول الصين، لكن الخبراء يقولون أنه من غير المرجح أن يكون الجانبان على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة. تلاحظ الصحيفة، إذن تتفق أنت مع صحيفة الجارديان بأن هذا اللقاء ربما لن يفضي إلى نتيجة في الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة وبيجين؟ الصين وصلت إلى مرحلة كعبها عالي، يعني الصين لم يعني تعتقد أو لم تتصور أن يصل في يوم من الأيام أن تنافس الولايات المتحدة اقتصاديا أو لربما تتفوق عليها أيضا. لذلك أنا أعتقد أن لن يكون هناك اتفاق، بمعنى اتفاق ما بين الصين والولايات المتحدة يلتزم فيها الصين أو التنين الصيني فيما يخص الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة على الشركات والصادرات الصينية. لذلك أنا أعتقد أن الصين لن تصل باتفاق نهائي مع الولايات المتحدة نظرا لتفوقها الاقتصادي الذي لم يعني تتصور في يوم من الأيام أن تصل له. نعم. هذا الخبر من لوموند الفرنسية التي تهتم بالسباق الانتخابي الأمريكي وتحديدا الترشيح الديمقراطي لرئاسيات 2020. لوموند ترى أن جو بايدن سيكون هدف المنافسين الديمقراطيين الآخرين بين المترشحين الذين فاق عددهم 20 في أول مناظرة. هذه المرة لن يتمكن جو بايدن من تجنب منافسيه. تعلق لوموند: بعد تجنبه تجمعات الديمقراطيين سيشارك نائب الرئيس السابق يوم الخميس الموافق 27 من يونيو الثاني من أول نقاشين من هذا الاختبار الطويل، وسيتم عقدهما في ميامي فلوريدا، وهي ولاية رئيسية أطلق فيها دونالد ترامب حملته لإعادة انتخابه في 18 من يونيو. وقد أجبر العدد القياسي للمرشحين 23 الحزب الديمقراطي على إقامة أمسيتين متعاقبتين. وبعد ترشحه في أبريل توج جو بايدن بأعلى نوايا التصويت التي ليس لها قيمة تنبؤية، لكن نائب الرئيس السابق راكم بسرعة الانتقادات، تكتب صحيفة لوموند. يعني كما تعلم بأن الرئيس جو بايدن الآن ينافس الرئيس دونالد ترامب، في إحصائية لشبكة فوكس نيوز قالت بأن الرئيس أو جو بايدن يتقدم على الرئيس دونالد ترامب. الآن إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأن حظوظه أوفر في الانتخابات 2020، الانتخابات الأمريكية أو الرئاسية الأمريكية؟ أنا أعتقد الإدارة الأمريكية حتى اللحظة أو الجمهوريين حتى اللحظة متمسكين بترامب. الجولة المقبلة أو الانتخابات المقبلة حتى اللحظة حظوظ الرئيس ترامب أقوى من حظوظ الديمقراطيين. لذلك أنا أعتقد أن 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 جو بايدن من المشاكل التي يعني عليه من أبرز المشاكل أنه كان نائب الرئيس السابق أوباما، وكل تلك الأمور تؤثر على مسيرة الانتخابية. ولكن يبقى هو أقوى الديمقراطيين. استفتاء حصل قبل ما يقارب شهرين، الاستفتاء ما بين 18 مرشح الموجودين في الحزب الديمقراطي حصل
جو بايدن على 30% من نسبة التصويت، وهذا يؤكد أنه هو أبرز المحظوظين أو أبرز الناس اللي أبرز المرشحين حظوظا في الديمقراطيين. أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية العامة، نعتقد أن الجمهوريين والإدارة الأمريكية الحالية لا زالت يعني هي الأوفر حظا في الانتخابات المقبلة. نعم. ننتقل الآن مشاهدينا إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم اخترناه من صحيفة التلغراف البريطانية للكاتب أندرو ليليكو، الذي يرى أن الطريقة الوحيدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي الآن هي الخروج بلا صفقة. يحتاج المعلقون والنواب المؤيدون إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى قبول ذلك واحتضانه والمضي قدما. على هذا الأساس كل شيء آخر هو ارتباك. تميل مناقشات البدائل بالإضافة إلى كونها غير واقعية إلى تضليل الجمهور بدلا من إعلامهم. يعلق الكاتب علاوة على ذلك برفضنا قبول الخروج بلا صفقة، فإننا نؤخر القرارات المهمة التي يجب مناقشتها ومن ثم اتخاذها، ونخشى أنه عندما لا تأتي الصفقة أخيرا فإننا في نهاية المطاف نتعجل إلى اتخاذ القرارات السياسية الرئيسية دون مناقشتها بشكل صحيح، مما يؤدي إلى أخطاء سيئة. يجب أن يكون من الواضح أن لا صفقة هي الطريقة الوحيدة للمغادرة، يكتب صاحب المقال. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. وعودة للأستاذ محمد ثلاب للتعليق على كاريكاتير اليوم. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. أهلا مساكم الله بالخير. الكاريكاتير اليوم مثل ما نشوفه كاريكاتير وطني عن استعدادات الحكومة وجلسة أمس، أنه كان في هناك استعدادات للحكومة والمجلس للأزمات اللي راح إن شاء الله ما تصير بالكويت. فسوينا كالشعب الكويتي أنه متماسك متلاحم يعني كالحصن لعلم الكويت، وهذا اللي إحنا إن شاء الله الله يحفظ الكويت إن شاء الله من كل شر ويبعد عنا هذه الأزمات. اللهم أمين. أستاذ رشيد، إذا كان لديك أي تعليق. هو يؤكد الوحدة الوطنية ويؤكد تمسك الكويتيين في الدود عن دولة الكويت من خلال شعار العلم، وهذا يعني صراحة أتى في وقت مناسب ووقت طيب. نعم. ولا بد في المرة القادمة مشاركة العنصر النسائي. النسائي نعم صحيح. نعم. إذن مشاهدينا في بهذا الكاريكاتير وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من منشية الصحافة. أشكر ضيفي الصحفي البرلماني رشيد الفعم على تواجده معنا، وأشكر أيضا رسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب، وأشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.